السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. خبر انتشر على مواقع الرياضية بخصوص رئيس نادي جينيراسيو فوت. فاكرين حضراتكم الكلام اللي قاله مرتضى منصور انه فيه جات له معلومات ان ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان هو سبب الازمة بتاع التأجيل او رفض فريق جينيراسيو فوت انه يخوض المباراة امام نادي الزمالك، وقال ان في علاقة بين نادي او رئيس نادي جينيراسيو فوت لانه عنده اكاديمية مش عارف لنادي في فرنسا، ففي علاقة بينه وبين نصر اي كلام يعني. وكمان مش بس كده، ده في علاقة بين ناصر الخليفي وممدوح عباس اللي هو عنده مشاكل مع مرتضى منصور، وقال انه ناصر الخليفي بعت او السفارة القطرية بعتت لرئيس نادي جينيراسيو فوت وهو هنا في القاهرة مبلغ 50,000 دولار علشان ما يلعبش المباراة. هنا بس السؤال اللي انا عايز افهمه، لما في فلوس هتندفع اكيد الراجل صاحب او مالك او رئيس نادي جينيراسيون فود ده له حساب في البنك، له حساب في البنك سهل جدا يحصل اي تحويلات ما بين الراجل ناصر الخليفي ده مباشره على حساب الراجل في ده. لو فرض جدلا ان احنا هنمشي ورا كلام مرتضى منصور اللي من وجهه نظري ملوش اي منطقيه يعني، لكن هو يعني عشان يبقى مرتشي، هو قال عليه مرتشي عشان الراجل رئيس النادي يبقى مرتشي لازم يبقى ماشي ومعاه شنطه فلوس. بيفكرنا بمرجان احمد مرجان اللي هو حسن مصطفى لما راح بتاع الضرايب ومش عارف ايه والفلوس بتاع منه، لازم هو المشهد ده كده يعني. مفيش حاجه اسمها مثلا تحويل من فرنسا او تحويل من قطر على حساب الراجل مثلا على طول في بلده في السنغال يعني، حسابه البنكي هناك يعني مفيش، ولا هو لازم المشهد ده نشوفه يعني يقول لك فلوس بتجي بتاع منه مرتشي، وده الصوره اللي احنا واخدينها على المرتشي يعني. قال لك مرتشي. الشيء الغريب بقى ان الكلام الخبر اللي انتشر على مواقع الرياضيه ده ان بيقول لك احتجاز رئيس جينيراسيون فود في مطار القاهره لمده نصف ساعه بعد الاتهامات التي وجهت له من مرتضى منصور بالحصول على رشوه. يعني الموضوع ده خبر منتشر على موقع يعني، الموضوع انا مش قادر استوعبه يعني. هو اي حد يطلع في التلفزيون يهاجم اي حد ويتهم اي حد بالرشوه ويتم توقيفه في المطار؟ ما اعتقدش المسؤولين في مطار القاهره يعني للدرجات دي يعني. ولو فرض ان ده حصل اتمنى ان يكون المعامله معامله الراجل معامله كويسه علشان برضه ما نسئ العلاقات بين مصر والسنغال او السفاره السنغاليه، او اكيد في الراجل لما اتكلم السفاره بتاعته اكيد حصل كلام لو ده تم احتجازه. وطب النهارده الراجل تم احتجازه وما طلعش مثلا مع حاجه، ايه بقى الاجراء اللي هيتخذ ضد مرتضى منصور في تشويه الناس والعلاقات او تشويه العلاقات او العلاقات بين مصر والسنغال او اي دوله يعني اتاثرت بسبب موقف زي كده؟ ايه الموقف؟ ايه الحل يعني؟ ده سريعا بخصوص مرتضى منصور واتهام الراجل رئيس نادي جينيراسيون فود بالقصه انه خد رشوة. برضو بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فود اللي هي على الساحة اللي هي بتفرض نفسها، موضوع بيفرض نفسه على الساحة الرياضية حاليا في مصر. لجنة المسابقات باتحاد الافريقي لكرة القدم بتعقد اجتماعات بقيادة النيجيري سامسون ادامو. عقد جلسة حاسمة لسه ما طلعوش قرارات خاصة بها لمناقشة ملف ازمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فود في اياب دور 32 من دوري ابطال افريقيا. والمصدر من داخل الاتحاد الافريقي قال ان هناك حاله من الارتباك داخل كاف الذي فتح تحقيقا موسعا بشان الخطاب الذي وقع عليه الغاني انتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف، افاد خلاله تاجيل مباراه الزمالك وجينيراسيون فود من السبت الماضي الى الاحد ونقلها الى ملعب الجيش ببرج العرب الاسكندريه بدلا من بتروسبورغ. طب ايه المشكله في كده؟ الراجل وقع وليه بيفتحوا تحقيق؟ قال لك عايزين يعرفوا ملابسات توقيع بافوي على خطاب نقل المباراة واعتباره ساريا دون موافقة كتابية من الفريقين، فضلا عن عدم توقيع المغربي معاذ حجي سكرتير عام الاتحاد الافريقي عليه ما يعد خطأ اداري. يعني النهاردة زي ما كلنا عارفين واتكلمنا قبل كده، علشان يتم نقل المباراة قبل 48 ساعة او قبل 24 ساعة لازم اولا لازم اختار الفريق قبلها ب 10 ايام. ومرتضى منصور كان طلع قال لك ما عندناش ما عندهمش مانع والكلام ده كله.
لكن لابد من موافقة كتابية إذا تغير الموعد والمكان من النادي. ما جيش النهارده انا محدد مباراه بيتر سبورت قبلها ب 10 ايام والفريق جاي ونازل على القاهره، لما يجي القاهره اقول له لا معلش انا هاخدك على الناحيه الثانيه برج العرب. في فرق زي ما النادي الاهلي غينيا الاستوائيه وافقت ما فيش عندها مشاكل وبتاع وهي متعاونه، في فرقه تانية ممكن تتمسك بحقها لا انت ما اخترتنيش ليه؟ على حسب العلاقه وعلى حسب التفاوض وعلى حسب احترام كل نادي للاخر. لكن النهارده تيجي تفرض على النادي تعالى لا ده انت هتلعب هنا، لا لازم النادي يوافق والا تلتزم بالخطاب اللي انت بعته للاتحاد المصري، الاتحاد المصري بعته للكاف بتحديد موعد ومكان المباراه، انت اللي حددت كنادي زمالك وارسلت خطاباتك عن طريق الاتحاد المصري اللي هو ممثل في عمرو الجنايني اللجنه الخماسيه اللي بدورها ارسلت الخطاب او اعلنت او اختارت الاتحاد الافريقي ان المباراه قبلها ب 10 ايام هتكون في بيتروسبورت. طب لما تيجي تاجل لازم بقى نادي الزمالك يوافق، مش زي مرتضى منصور انا مالي جالي خطاب. طب انا لو قلت لك روح العب في كوالالمبور يا عم مرتضى منصور هتوافق؟ لازم موافقه كتابيه، هنا ما حصلش موافقه كتابيه، حتى لو الزمالك ما عندوش مشكله الفريق الثاني اللي هو جنريسيون عنده مشكله. وهو ده سبب الان، فهنا بقى بيبحثوا داخل الاتحاد الافريقي ازاي الخطا الاداري ده حصل؟ ومين اللي خلى الراجل ده يوقع؟ وليه الخطابات دي راحت بدون توقيع معاذ حجي؟ هل في شغل داخل الاتحاد الافريقي؟ هو كده مع اللي بيحصل ده كله في صف صف يعني اللي حصل والخطابات راحت والمباراه اتحدد لها كل ده في صالح نادي الزمالك. لاني انا طرحت سؤال امبارح وسؤال منطقي من وجهه نظري، يعني الكاف ازاي نادي الزمالك محق في نقطه ان الكاف هو اللي بعت خطاب وبعت الحكام ومراقب المباراه على ملعب اسكندريه، يبقى انت مع كل حاجه المفروض ورقك سليمه عن بتاع الكاف انت. لكن النهارده تيجي تقول الفرقه الثانيه ما بعتتش خطاب موافقه، طب ازاي بقى؟ فبالتالي النهارده الوضع الاقرب ممكن اعاده المباراه، الوضع الاقرب ممكن اعاده المباراه، لكن هل هيتم اعادتها هنا في مصر ولا هيتم اعادتها في مكان اخر خارج مصر؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره المقبله. وقال لك المصدر ان الكاف طلب توضيح حول رؤيه اتحاد الكوره بخصوص اقامه المباراه، وده الخطاب اللي رد عليه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في فيديو سابق عمرو الجنايني، وارسل اتحاد مصر لكره القدم خطاب للكاف بيقول ان تم نقل مباراه الزمالك بجنريسيون فوت من بيتروسبورت الى برج العرب علشان الشروط اللي بيقول ان الادوار التمهيديه لازم تكون بحضور جماهيري. ففي المباراه اللي اتلعبت في القاهره ما كانش فيها حضور جماهيري، اللي اتلعب في اسكندريه زي الاهلي والمصري كان فيه حضور جماهيري، فبناء عليه السبب هو الجماهير، الشرط اللي انت بتقول عليه لازم حضور جماهيري، ده الرد اللي راح من عمرو الجنايني او الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه اللي بتوضح موقف سبب نقل مباراه الزمالك من بيتروسبورت الى برج العرب. القرار هيتم اتخاذه في القريب العاجل يعني علشان موضوع القرع الدور دوري ابطال افريقيا، علشان احنا عارفين كلنا القرعه هتكون يوم 9 فلازم كل الفرق تكون معروفه يعني. ده بخصوص برضه في نفس الوقت فرقه جنريسيون فوت وقت المباراه في فيديو انتشر ليهم على انهم وقت مباراه الزمالك و اللي هم ما راحوهاش اللي كانت في برج العرب الساعه 8 انتشر فيديو ليهم على انهم كانوا شغالين بقى فرحانين وبيحتفلوا وبيرقصوا وبتاع، الناس ما فيش عارفين ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم، مش فارق معاهم انهم مش زي احنا مثلا لا مرعوبين خايفين ونروح نتحايل عليهم، ناس موقفهم سليم 100%. فبالتالي المباراه في طريقها الى الاعاده مره اخرى. احتل النادي الاهلي المركز الاول على مستوى الانديه المصريه في التصنيف العالمي للانديه خلال شهر سبتمبر الجاري، واللي بيصدره موقع كلاب وورلد رانكينج المتخصص في تصنيف الانديه، وتواجد النادي الاهلي في المركز ال 48 عالميا برصيد 6915 نقطة، بينما احتل الزمالك المركز الثاني على مستوى مصر وفي المرتبة 100 عالميا برصيد 4982 نقطة، في حين جاء بيراميدز في المركز الثالث محليا وال 103 عالميا برصيد 4942 نقطة، والإسماعيلي حل رابعا على مستوى الأندية المصرية والمركز ال 200 عالميا، وحل المقاولين العرب في المركز الخامس ب 209 عالميا، وتراجع المصري بورسعيد المركز السادس محليا وإلى 247 عالميا. وبتصدر التصنيف ده برشلونة
في قمة التصنيف برصيد 15304 نقطة، ومانشستر سيتي الإنجليزي ثانيا برصيد 12912 ألف نقطة، وريفر بليت الأرجنتيني ثالثا ب 12619، وليفربول الإنجليزي الذي يضم محمد صلاح رابعا برصيد 12454 نقطة. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله وفي تقدم ودائما في الصدارة إن شاء الله. برضو اتحاد الكرة بيعلن من حكام مباراة الجولة الثانية للنادي الأهلي والزمالك. أعلنت لجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال غندور أسماء حكام باقي مباراة الجولة الثانية للدوري الممتاز على النحو التالي: الثلاثاء احنا اللي يهمنا مباراة النادي الأهلي والإنتاج الحربي، هيديرها محمد الصباحي ومعاونه سمير جمال وأحمد نوفل ومحمد سلامة ميدو حكم رابع. في مباراة المقاصة والزمالك محمد عادل وبيعاونه محمود ابو جبل ومحمد محمود لطفي عبد العزيز السيد حكم الرمي. مش هنعلق على الحكام ولا هنتكلم عن الحكام، احنا هنتكلم وقت المباريات او بعد المباريات عن الاداء بتاع الحكام، لكن مش هنعلق مسبقا زي بعض الناس ما بتعمل يعني. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.